أهلا بيكم، معاكم دكتورة هبة زكريا أبو حشيش، مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي كلية البنات جامعة عين شمس، ودي محاضرة في مادة آلات تصنيع الملابس. المحاضرة بعنوان Sewing Machine Maintenance، وهنتكلم في المحاضرة دي عن صيانة وتنظيف مكنة الخياطة والأدوات المستخدمة وطرق تزييت وتشحيم المكنة. Sewing Machine Maintenance، في الجزء ده هنتكلم على ازاي نعمل صيانة للمكنة. مكنة الخياطة بتقدر تعيش فترة أطول وتكون سليمة وخياطتها ما فيهاش مشاكل، وده في حالة إن إحنا بنعمل لها صيانة دورية بشكل صحيح وبنعتني بيها وبنظافتها. وممكن طبعا إنها في أي وقت من الأوقات بتحتاج لأي تعديل أو استبدال لبعض الأجزاء بقطع غيار مناسبة. يعني باختصار ممكن نقول إن مكنة الخياطة اللي بيتم صيانتها بشكل صحيح وتنظيفها باستمرار نادرا ما بتقدم. يعني زي ما قلنا إنه مكنة الخياطة بتتطلب من وقت للتاني إن تعمل لها شكل دوري أو صيانة، يعني بشكل عام بتشمل بقى تزييت وتشحيم للأجزاء الداخلية من المكنة، وبيكون طبعا أفضل مرجع لينا وإحنا بننظف أو بنعمل صيانة للمكنة هو طبعا كتاب أو كتيب الصيانة، المقصود بيه الكتالوج اللي بيجي مع المكنة نفسها. لو في حالة ان المكنة قديمة نوعا ما ومفيش الكتيب بتاع الصيانة موجود معاها، فممكن بمنتهى السهولة بنتصل بمركز الصيانة او التوكيل الخاص بالنوع ده من الماكينات. دلوقتي طبعا الموضوع بقى اسهل كتير، لانه ممكن ندخل على الانترنت وننزل نسخة ونطبعها، بمعرفة طبعا اسم الجهاز ونوعه والسيريال نمبر لو موجود وسنة الصنع، يعني او العمر التقريبي للمكنة. لما بتواجهنا أي مشاكل في مكنة الخياطة، فأول حاجة لازم نعملها هو تنظيفها، لأن في مشاكل كتيرة بتحصل في الخياطة بسبب تراكم الغبار أو الوبر أو نهايات الخيوط اللي هو التنسيل بتاع الخيوط، واللي بيتجمعوا بقى على أجزاء العمل في المكنة وبيسببوا مشاكل في الخياطة. وبتبقى أول خطوة في خطوات الحفاظ على المكنة أو الاعتناء بيها هو تنظيفها في كل مرة بنيجي نستخدمها فيها، وده طبعا بيقلل لنا مشاكل كتيرة ممكن تحصل. بنستخدم في عملية التنظيف الفرشة النايلون اللي هي عادة ما بتيجي مع مكنة الخياطة، أو حتى ممكن نستخدم فرشة الألوان العادية ويكون مقاسها صغير عشان تقدر توصل للأماكن الضيقة، زي مثلا بيت المكوك تحت لوحة الإبرة أو حوالين المشط بتاع التغذية. ممكن كمان استخدم التويزرز أو الملقاط علشان أشيل الغبار المتراكم أو الخيوط العالقة في أجزاء المكنة واللي الفرشة مش بتقدر تشيلها. البريشرد اير سبراي هو سبراي بيكون فيه هواء مضغوط وبيساعدنا في إزالة الأتربة أو التنسيل بتاع الأقمشة في الأجزاء الضيقة، وإن هو بيجي كمان معاه زي أنبوبة طويلة، فبنقدر إن إحنا يعني نوجهها ناحية الأماكن اللي إحنا عايزين نطرد منها التراب. ساعات بقى لما بيكونش فيه تنظيف دوري للمكنة بإن إحنا بنزيل الغبار والأتربة يعني بصورة دورية وبنستسهل ونقوم نزيتها أو نشحمها من غير ما ننظفها الأول ونزيل الأتربة دي، فاللي بيحصل إنه بيحصل تراكمات للغبار والأتربة والخيوط دي وبتمتزج بيه الزيت أو الشحم، وبيكون زي تراكمات صمغية كده، يعني زي كلاكيع كده بتبقى ملزقة وبتلزق في أجزاء المكنة من جوه، وبالتالي بتسبب صعوبة في حركتها، وطبعا بتطلع أخطاء في الخياطة. ففي المرحلة دي التنظيف بيبقى يعني أصعب وبياخد وقت أطول. Supplies and Equipment، هنا هنتكلم عن الأدوات اللي هنستخدمها في عملية تنظيف مكنة الخياطة. A pan for soaking parts in cleaning fluid، هو عبارة عن طبق بيتم فيه تجميع الأجزاء اللي احنا بنفكها من المكنة علشان يتم تنظيفها. Small screw drive ولارج سكرو درايف، يعني مفكات، مفك كبير ومفك صغير، وغالبا هما بيبقوا جايين مع عدة الصيانة بتاعة المكنة.
small adjustable wrench، يعني زي كماشة صغيرة بتستخدم في فك الأجزاء الداخلية للمكنة. cleaning fluid، وهو سائل مخصوص لماكينات الخياطة، بيعمل على إذابة الدهون والزيوت من على أجزاء المكنة. cleaning brush، ودي اللي قلنا عليها في الأول، اللي هي بتبقى غالبا جاية مع العدة بتاعت المكنة، وبنستخدمها ديلي كده ان احنا ننظف بيها المكنة ونزيل الغبار والأتربة. knife، سكينة عادية يكون بوزها رفيع شوية علشان نقدر نوصل لأجزاء يعني في المكنة نطلع منها غبار احنا مش قادرين نوصله بالفرشة. long needle or small كروشيه هوك، يعني أي أدوات يكون ليها سن رفيع هتساعدنا في إزالة الأتربة والغبار اللي بيبقى موجود في الأماكن الضيقة في المكنة. تويزرز، وزي ما قلنا قبل كده انه الملقاط برضو بنستخدمه في ان احنا بنزيل التكوم الحاجات الخيوط او التنسيل بتاع الاقمشه او بواقي الخيوط اللي بتبقى مزنوقه او محشوره جوه اجزاء المكنه واللي ما بتقدرش الفرشه انها تتخلص منه. cleaning cloth، وده عبارة عن قماش بنستخدمه في التجفيف أو في تنظيف الأجزاء المختلفة للمكنة. fabric to test stitching، ودي بتبقى عبارة عن قطعة قماش خارجية بنستخدمها في إننا بنجرب الغرز بتاعت المكنة بعد ما بنتم عملية التنظيف، ونحنا بنركب المكنة ونرجع كل الأجزاء لأماكنها ونجرب الغرز عشان نتأكد إن المكنة شغالة بشكل صحيح. كان اوف سوينج ماشين اويل، دي الازازه بتاعت الزيت اللي بنستخدمه علشان نزيت اجزاء المكنه المختلفه، وهي بتبقى جايه مع او يعني غالبا بتبقى مرفقه بالكيت او الادوات اللي بتيجي مع المكنه، ويعني في حاله ان هي مش موجوده فهي بتتباع وممكن نلاقيها بسهوله عند الاماكن او المحلات المتخصصه في بيع ادوات الصيانه بتاعت ماكينات الخياطه. اخر حاجه هنا عندنا هو التيوب اوف سوينج ماشين لوبريكانت، هو عباره عن الشحم، والشحم ده بنستخدمه في تشحيم اجزاء المكنه الداخليه. بنستخدم كمان حاجه اسمها كليننج سولفنت، والكليننج سولفنت ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن سائل من ماده معينه بيتحط فيها اجزاء المكنه بعد ما بنفكها، خصوصا الاجزاء اللي بيكون فيها اللي بتكون جريزي يعني عليها بواقي زيت او شحم علشان ننظفها. فهو السائل ده بيعمل على انه يدوب الشحوم دي ويساعدنا في تنظيف الاجزاء دي. طبعا هنا لازم نقول ان احنا ما نستخدمش الجاز لان الجاز قابل للاشتعال، مع الاحتكاك بتاع اجزاء المكنه ببعضها في اثناء التشغيل ممكن يعمل يعني ممكن يشتعل ويسبب يعني حريقة، فما بنستخدمش خالص الجاز في التنظيف. وكمان ما بنستخدمش المادة دي اللي هي كربون تترا كلورايد، والمادة دي كانوا بيستخدموها يعني من قديم الأزل في التنظيف وخصوصا للماكينات، ولكنهم اكتشفوا ان هي المادة دي سامة بويزنوس، فطبعا مش من المواد خالص المفضلة عند تنظيف أجزاء المكنة لأنها مادة سامة وممكن تضرنا أثناء الاستخدام. كمان لازم يكون معانا نيوز بيبرز، واحنا بنستخدم الجرايد دي علشان نفردها تحت المكنة واحنا بننظف علشان طبعا نحمي الأسطح اللي احنا بننظف عليها. بلاستيك راب، أو اللي هو البلاستيك العادي اللي احنا بنستخدمه في المطبخ، وده بنستخدمه في ان احنا بنغلف اجزاء مهمة في المكنة واحنا بننظف زي الماتور مثلا عشان نحميها من انه يوصل لها اي اتربة او اي زيوت، يعني مش عايزين نبوظ الماتور واحنا بننظف المكنة يعني، فبنغلفها بالبلاستيك ده. رابر جلوفز، طبعا ممكن نستخدم الجلوفز طبعا علشان نحمي ايدينا. والهامر، يعني ده اللي هو شاكوش صغير وهنستخدمه في حاجات بسيطة هنقول عليها قدام لما نيجي نشرح طريقة الصيانة.
ماجنيفاينج جلاس او عدسه مكبره، ده في حاله يعني ان في حتت مش شايفينها، في حتت بعيده عننا مش قادرين نشوفها، مش قادرين نبص عليها، للتنظيف العميق يعني. والفلاش لايت علشان يعمل لنا اضاءه في الاماكن اللي احنا مش عارفين نوصل لها. بعد اعداد وتجميع كل المستلزمات اللي هنستخدمها في التنظيف، بنفصل التيار الكهربائي عن المكنه وننقل الجسم بتاع المكنه لمنطقه التنظيف اللي لازم يكون فيها الاضاءه جيده، ولازم كمان الارض والترابيزه يكونوا متغطيين كويس عشان يكونوا محميين من اي اتربه او اتساخات تحصل لهم اثناء عمليه تنظيف المكنه. جنرال كليننج، لازم نتأكد زي ما احنا قلنا قبل كده انه المكنة مفصول طبعا عنها التيار الكهربائي، وبنقوم بتغليف الماتور والاسلاك الخارجية بالبلاستيك علشان نحميها من الزيوت ومواد التنظيف اللي هنستخدمها. في حالة لو لقيت صعوبة في فك اي مسمار، ممكن ابدأ في وضع بضع قطرات من سائل التنظيف على المسمار ده، وبعدين احط المفك في فتحة المسمار وابتدي استخدم الشاكوش باني اخبط على المفك، يعني خبطة بسيطة، ده هيساعد المسمار ان هو يتحرك ويتفك بسهولة. الاجزاء اللي احنا هنفكها بالترتيب هو ان احنا هنفك الابرة من مكانها، وبعدين الدواس، وغطا القاعدة، وبيت المكوك، وبعد كده هنحطهم كلهم في طبق وهنحط عليه سائل التنظيف وهنسيبهم لحد لما نخلص. لازم لما نيجي نفك أجزاء المكنة المختلفة، وخصوصا الأجزاء الداخلية اللي احنا برضو مش حافظين ترتيب تركيبهم ازاي وأماكنهم داخل المكنة، يبقى لازم نشيلهم بالترتيب عشان لما نرجع نركبهم تاني نركبهم بشكل صحيح. علشان ننظف منطقة المكوك، هنقوم الأول بفك البوبين كيس أو بيت المكوك علشان نزيل كل الأتربة وبواقي الخيوط باستخدام الفرشة. عشان ننظف الماشين هيد او جسم المكنة، هنستخدم اداة حادة ننظف بيها جميع الفتحات وخصوصا فتحات التزييت، وبعد كده هندور العجلة او الهاند ويل وهنبدأ نرش سائل التنظيف في جميع الفتحات بتاعت التزييت علشان نتخلص من اي زيوت قديمة موجودة، وهنرش برضو على جميع الاجزاء اللي هي بتحتك ببعضها اثناء عملية التشغيل. لو حسينا واحنا بنحرك الهاند ويل ان المكنه بتتحرك بصعوبه، فده معناه ان في يعني اوساخ او وبر متجمع داخل اجزاء المكنه. فاللي هنعمله اننا هنفضل نحرك الهاند ويل ونستمر في وضع سائل التنظيف لحد لما يتم غسل جميع الاجزاء الداخليه ونحس ان المكنه بتشتغل معانا او بتدور معانا بسلاسه. علشان بقى نزيل الأوساخ والزيوت الباقية، هنبلل القطعة من القماش أو حتى هنبلل الفرشة البلاستيك اللي احنا بنستخدمها في التنظيف، وهنمسح بيها على جميع الأجزاء الداخلية للمكنة واللي نقدر طبعا نوصل لها. ممكن نستخدم إبرة أو سكينة أو أي أداة مدببة علشان نكشط بيها أي أوساخ تانية يعني باقية جوه على بقية الأجزاء في منطقة مشط التغذية أو في منطقة بيت المكوك. بعد كده لازم نتأكد من نظافة المكان المسؤول عن شد الخيط. هنبدأ ببيت المكوك وهو مسؤول عن شد الخيط السفلي. هنبدأ ننظفه إزاي؟ إن احنا هنجيب قطعة من الخيط وهنبدأ نمشيها في المكان المسؤول عن شد خيط المكوك، وبكده هنتأكد إن احنا شلنا أي غبار أو أتربة ممكن تكون لسه متعلقة في المنطقة دي. بالنسبة لشد الخيط العلوي، احنا بنعمل ايه؟ بنجيب قطعة قماش وبنبلها بسائل التنظيف ونبدأ نحركها ما بين اقراص الشد او الاسطوانتين اللي بيدخل ما بينهم الخيط علشان يتحكم في شد الخيط العلوي. هنكرر ده تاني بس بقطعة قماش ناشفة علشان نتأكد من جفاف ونظافة المكان ده وان هو ما عادش فيه خلاص شوائب باقية. Areas needing attention، هنتكلم هنا عن أماكن في المكنة لازم ناخد بالنا كويس جدا واحنا بنفك أجزائها واحنا بننظفها.
اول مكان عندنا هو البوبن اند هوك اريا، وهي المكان اللي بتكون فيه حركة الابرة، وكمان بيكون فيه المكوك وبيت المكوك. المنطقة دي لازم تتنظف كويس جدا بفرشة ناعمة، وممكن نستخدم فيها التويزرز او الملقاط علشان نشيل بعض الخيوط اللي ممكن تكون متعلقة في الجزء ده. تاني منطقة هي الفيس بليت اريا، المنطقة دي بتكون فوق الابرة، ممكن برضو انضفها باستخدام الفرشة، او لو كان في زيوت او بواقي شحم يعني لازق في الحتة دي، ممكن بقطعة قماش مبلولة باي سولفنت او حتى يعني اي سائل من السوائل بتاعة التنظيف ونتم ازالتها بيها. ثالث منطقة وهي منطقة الهاند ويل اريا، ولازم اخد بالي ان العجلة بتاعت المكنة او الدراع الدوار ده بتاع المكنة هو اصلا في وضع متحرك على طول، فلازم اخد بالي ان انا لما احب اشيله او افكه لازم افك المسمار الاول اللي موجود في الطارة دي، وبعدين ابتدي الف الدراع علشان يتفك معايا بسهولة. Oiling and lubricating the machine، وهي خطوة تزييت وتشحيم المكنة. بعد إتمام عملية التنظيف هنسيب المكنة في مكانها لحد لما يتبخر كل سائل التنظيف من على أجزائها تماما، ده طبعا قبل ما نقوم بعملية التزييت أو التشحيم لأجزاء المكنة المختلفة. التزييت بيكون ليه فتحات خاصة موجودة في جسم المكنة، هنقوم بالتنقيط وضع نقط من الزيت في الفتحات دي، وممكن كمان بنحط نقط زيت على جميع الأجزاء الداخلية اللي بتحتك ببعضها أثناء تشغيل المكنة. مهم جدا اخد بالي وانا بزيت او بشحم المكنه انه الزيت والشحم ما يوصلش للاماكن دي. المكان الاولاني اللي عندنا التنشن ديسك او الديفايس او الجزء المسؤول عن شد الخيط، خيط البكره او الخيط العلوي، المكان ده المفروض ان انا احافظ عليه نظيف وما يكونش عليه اي زيوت. تاني مكان عندي هو الهاند ويل او ذراع التحكم بتاع المكنة، برضو لازم ما يتحطش في المنطقة دي اي زيت، وكمان لازم اخد بالي من اي رابر بيلتس او اي رابر رينجز موجودين، زي مثلا الرابر بيلت اللي ماسك الهاند ويل اللي بيربط ما بين الهاند ويل واجزاء المكنة عشان يتحكم في حركتها، لازم ما يجيش عليه اي زيت، واي رابر رينجز يعني اي حاجة مصنوعة من الربر داخل أجزاء المكنة المفروض إن لا زيت ولا شحم يطولها، لأن هي هتسبب في انزلاق أثناء المكنة ما هي شغالة، وهتخلي طريقة العمل أو شغلها مش مظبوط. في أثناء ما أنا بزيت المكنة لازم أقوم بتحريك الهاند ويل أو دراع المكنة علشان يتم توزيع الزيت داخل الأجزاء. من الأفضل إن احنا نزيت المكنة بعد كل يوم عمل أو على الأقل بعد كل 8 أو 10 ساعات من الاستخدام، وحتى لو ما كنتيش بتشتغلي المكنة بصورة مستمرة فطبعا بيفضل إن احنا نزيتها من وقت للتاني عشان نحافظ على الزيت اللي فيها من الجفاف والتكتل. بعد كده بنقوم بتجفيف الزيت الزيادة باستخدام مناديل أو باستخدام حتى قطعة من القماش، ولازم نقوم ننظف أجزاء المكنة تماما من أي زيت عليها علشان ما تسببش في اتساخ أي قماش أنا بخيطه على المكنة. بعد ما بنقوم بعملية التجفيف دي بنثبت كل الأجزاء اللي قمنا بفكها في بداية عملية التنظيف، لازم نثبتها بحرص وبدقة مع مراعاة التأكد من إن كل جزء متركب بطريقة صحيحة في مكانه، وما نضغطش على المسامير أو نضغط على الأجزاء عشان نركبها بالعافية في مكان معين، ممكن تكون محطوطة في مكان مش مكانها أو مكان غلط، فده يسبب أضرار للمكنة أو الاعتناء بالماتور. موتور المكنة لازم يتم تزييته أو تشحيمه بصفة دورية، ده طبعا طبقا للتعليمات اللي بتبقى موجودة في كتيب الصيانة اللي بيبقى مرفق مع المكنة. طيب التزييت ده بيكون ازاي؟ بيكون عن طريق ان انا بحط نقطة او نقطتين مش اكتر،
في الاماكن المخصصه للتزييت. وطبعا انا مش بكتر، يعني ما بحطش زيت بزياده علشان ده ممكن يسبب تلف في الموتور. بعض الماكينات الجديده المحركات بتاعتها كهربائيه، فمش مش بتحتاج للتزييت. ولازم اتاكد كويس جدا قبل وضع اي نوع من انواع الزيوت في المكنه ان يكون مكتوب عليه نان كروسيف، يعني ما بيسببش في صدأ الاجزاء المعدنيه للمكنه، او نان جام فورمينج، ده عشان لا يتسبب في صدأ او تلف او تاكل لاجزاء المكنه. وفي حاله استخدام الشحم فبينصح انه يكون التشحيم مره في السنه. لازم نتأكد من إن جميع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية سليمة، ده طبعا مع مراعاة استبدال أي سلك تالف أو حتى لزق الأجزاء التالفة في الأسلاك بشريط عازل. ولازم ناخد بالنا كمان من الحزام الجلد اللي بيربط الموتور بالهاند ويل، يعني لازم يكون مشدود بالقدر الكافي اللي بيمنعه من إنه ينزلق أثناء الشغل. وطبعا يجب المحافظة على عجلة التحكم أو الهاند ويل إنها دايما تكون نظيفة وجافة تماما، والحزام الجلدي يكون في وضع مظبوط علشان ما يحصلش أي اهتزازات جامدة للمكنة أثناء التشغيل.